هذا هو النبات، هذا ضخني إنتاجيته غزيرة. نبات الأزولة اللي حبينا نتحدث عنه بعض الشيء، يعني هو نبات علفي ذو قيمة غذائية عالية، يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يعتبر نبات علفي مكمل للعليقة الحيوانية. تعرفين القطاع الزراعي أو القطاع الثروة الحيوانية تعاني الكثير من ناحية شحة الأعلاف، قلة الدعم الحكومي، ارتفاع أسعارها المستوردة، مدخلاتها كانت كلش عالية وغالية على المربي. قررنا مع الكوادر العلمية في مديرية زراعة البصرة بتبني مجموعة من البرامج العلمية لحلحلة هذه المشاكل. احنا أول ما جبنا النبات من كربلاء المقدسة تقريبا جبنا 30 كيلو، صارت نص الحوض الأول اللي اعتبره هذا الحوض الأول، فنصه تقريبا بدأ ينمو ويتكاثر. بالنسبة للظروف الملائمة لدرجة الحرارة النبات الأزولة هي من 14 إلى 35، وهذه الظروف تتحقق تبدي من شهر الثالث تبدي تتحقق. بالنسبة للمياه ودرجة الملوحة مالتها، نحاول إحنا درجة ملوحة المياه تكون أقل من 4000 بي بي بي. نشجع كل الفلاحين والمزارعين ومربي التاج الحيواني لتشجيع زراعة هذا النبات، وهذا النبات التنمية مالته جدا بسيطة وجدا سهلة، لا يحتاج إلى تكاليف عالية بقدر ما يوفره من قيمة غذائية للثروة الحيوانية. هذا المشروع طبعا من المشاريع اللي منتشرة دول المجاورة، نقدر احنا نشره في محافظة البصرة. بعض الأشهر أكو مشاكل، لكن هاي المشاكل إحنا نقدر مثلا نتلافها، مثل درجات الحرارة العالية نقدر نستخدم التور أو نغطي على مود نحجب ضوء الشمس، يعني ما يحتاج لفد أموال ضخمة يعني، ولا يحتاج لفد تقنات يعني غالية، ولذلك إحنا نقدر ننشر على إحنا بالنسبة لقسم الإرشاد نشجع أنه ننشر هيك مشاريع على مستوى المحافظة. إذا ما نجربها هسه هي موجودة، دراسات موجودة بمصر والناس متطورين، يعني من 85 يشتغلون.